السلام ورحمة الله. السلام الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد من قبل ومن بعد، وله الفضل والشكر الذي لا يعد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، صاحب السعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى مدير الجامعة، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة أمس الحلم حقيقة، نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من طلبة برنامج البكالوريوس والدفعة الثانية من طلبة برنامج الماجستير للعام الجامعي 1436-1437 من الهجرة. فاليوم تزف الجامعة السعودية الألكترونية نماذج نوعية من الخريجين القياديين في قطاعاتهم الحكومية والخاصة، استطاعوا مجابهة تحديات الوظيفة والحياة ليكملوا تعليمهم في الجامعة السعودية الإلكترونية، وليشهدوا على تفردها بنمط مختلف من التعليم، وهو التعليم المدمج الذي أولت الدولة اهتماما كاملا بهذا النوع من التعليم، والذي يوفر الجهد ومشقة التنقل ويؤكد غرس المحاسبة الذاتية وتحمل المسؤولية. نستأذنكم يا صاحب السمو، حيث تبدأ الآن مسيرة خريجي الجامعة للدفعة الأولى من طلبة برنامج البكالوريوس والدفعة الثانية من طلبة برنامج الماجستير، علما أنه قد بلغ عدد المتوقع تخرجهم لهذا العام 372 خريج وخريجة. أولا، كلية الحوسبة والمعلوماتية. ها هم خريجو كلية الحوسبة والمعلوماتية، يتقدمهم طلاب مرحلة الماجستير ثم طلاب البكالوريوس، وتهدف الكلية إلى إعداد خريجين مؤهلين في علوم الحاسب وتقنية المعلومات تأهيلاً عالياً للعمل في القطاعين العام والخاص باستخدام أنماط تعلم حديثة. تهدف كلية الحوسبة والمعلوماتية إلى إعداد خريجين مؤهلين في علوم الحاسب وتقنية المعلومات تأهيلاً عالياً للعمل في القطاعين العام والخاص باستخدام أنماط تعلم حديثة، وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة نظرياً وعلمياً للمساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات المملكة العربية السعودية في مسيرتها التنموية ومواكبة التطور الأكاديمي والعلمي العالمي في الجامعات العالمية في مجالات الحوسبة والمعلوماتية، ودعم التطور المستمر من خلال شراكات وطنية ودولية. وتقدم الكلية الاستشارات الأكاديمية والعلمية والبحوث العلمية المبتكرة في مجال علوم الحاسب وتقنية المعلومات، والإسهام بتنظيم برامج التعليم المستمر من دورات تدريبية وندوات ومحاضرات الهادفة إلى رفع مستوى المهارات العلمية والفنية لدى منسوبي الجامعة والمهتمين بعلوم الحاسب وتقنية المعلومات. كما تسهم الكلية في إجراء البحوث العلمية والتطبيقية للقطاعين العام والخاص. تمنح هذه الكلية درجات علمية على مستوى البكالوريوس من خلال قسمين، وهما نظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي. كما تمنح الكلية درجة الماجستير من خلال برنامج الماجستير في أمن المعلومات.
ثانياً كلية العلوم الإدارية والمالية، ويتقدمهم طلاب مرحلة الماجستير ثم طلاب البكالوريوس. تهدف كلية العلوم الإدارية والمالية إلى تفهم نظريات وأساليب ووظائف العلوم الإدارية في إطار ديننا الإسلامي الحنيف، وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة نظرياً وعملياً للمساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات المملكة في مسيرتها التنموية عن طريق توفير برامج الدراسات النظرية والتطبيقية في العلوم، ووضع برامج للبحوث في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في إطار من الشمول والتكامل، توظيفاً للعلم في خدمة المجتمع بأسلوب تمثل فيه وسائل الاتصال والتواصل المتوافرة دوراً أساسياً في التغلب على مشكلة المسافات البعيدة التي تفصل بين المعلم والمتعلم. تمنح هذه الكلية درجات علمية على مستوى البكالوريوس من خلال 4 أقسام، هي قسم إدارة الأعمال، قسم التسويق الإلكتروني، قسم المحاسبة، قسم الإدارة المالية. كما تمنح الكلية درجة الماجستير من خلال برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA. وللكلية منهج دراسي يهتم بإيجاد توازن بين التعليم الإداري العام والتعليم الإداري الخاص، حيث تم التركيز على بعض التخصصات غير التقليدية التي تتواءم مع احتياجات المملكة، مثل المحاسبة وإدارة الأعمال والإدارة المالية والتسويق الإلكتروني. ثالثاً، كلية العلوم الصحية. ويتقدم الآن خريجو كلية العلوم الصحية، وتؤهل هذه الكلية خريجيها لخدمة المجتمع من خلال الإسهام في تقديم الرعاية الصحية من خلال إعداد الكفاءات الوطنية والفنية المتخصصة مستفيدة من التقنية الحديثة والمتجددة بهدف تلبية احتياجات وتطلعات القطاع الصحي والمجتمع من خلال تخريج طلبة متخصصين يحملون المعارف والمهارات العالية على أسس علمية ومهنية عالية. والدراسة بالكلية تنقسم إلى نظرية وتطبيقية ومدتها 4 سنوات، تعقبها نصف سنة تدريبية الامتياز، وتمنح درجات علمية على مستوى البكالوريوس من خلال قسمين هما المعلوماتية الصحية والصحة العامة. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، نعطر مسامعنا الآن بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ محمد بن علي المكحم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، إن أبناءكم الخريجين لهم كلمات تنبض بها قلوبهم، تترجم لنا مشاعرهم، وتعبر عما يختلج في صدورهم من مشاعر الحب والوفاء
وصدق العرفان والانتماء، يلقيها نيابة عنهم الخريج عبد الله أحمد العقيل، وهو من خريجي كلية العلوم الإدارية تخصص محاسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام ذو الجلال والإكرام، الرحمن السلام، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله ذي المكانة والمقام، وعلى آله وصحبه الأعلام، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يحفظه الله، سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى مدير الجامعة السعودية الإلكترونية، أصحاب الفضيلة والمعالي، أصحاب السعادة، آباء الكرام، أساتذة الأجلاء، إخواني الخريجين نجوم هذا المساء، أيها الحفل الكريم، أبدأ فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن ألقي عليكم كلمة تخرجنا نيابة عن إخواني الخريجين من أفاخر بهم، فلقد كانوا لبعضهم كالبنيان المرصوص وتكاتفهم فريد رغم بعد المسافات وعدم اللقاء إلا من خلف الشاشات، فكل منهم في مدينة من مدن وطننا الغالي، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. لقد جعلنا النجاح من أسمى غاياتنا في فصول الجامعة السعودية الإلكترونية، فكان لنا أن وقفنا بين أيديكم هذا المساء نحمل شهادات تخرجنا حصدناها بعد غرس وتعب، نتاج جامعة فتية، فهذا غرسها أثمر وزرعها أزهر، جامعة مزجت بين الحضور المباشر والحضور عبر التقنية في أسلوب تعليم مدمج فريد، فكم نفاخر بأننا أول كوكبة تتخرج بهذا النمط من التعلم الذي وفر لنا تعليما متميزا وتأهيلا عصريا وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية في هذا الصرح العلمي الشامخ. في هذا اليوم الجميل تنفسنا اليقين معا ونشتم عبير المستقبل يمد لنا ذراع الحياة وينفض لنا شعلة الجد والعمل من أجل الدين والوطن، لنواصل ما تعاهدنا عليه في كل لحظة بأن نكون فاعلين وإيجابيين في إطار تحقيق رؤية وطننا 2030، ونعتز بأن تخرجنا يواكب إطلاق رؤية الخير والبركة. نسأل الله أن يعم بنفعها أرجاء البلاد. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، شعور لا يوصف وسعادة غامرة ونحن نراكم في وهذه النخبة المميزة من أبناء مجتمعنا تشاركنا فرحتنا، إنها إشراقة أمل في ظل عطاء، كيف لا، والعطاء كل العطاء يتجسد في قائد هذه المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد يحفظهم الله لما قدموه لديننا الإسلامي الحنيف ووطننا الغالي وترابه الطاهر، ودعمهم السخي للعلم وطلبة العلم والعلماء، والتعهد بتقديم تعليم جامعي متقدم، فأسأل الله العظيم أن يبقيهم لنا ذخرة. بالأمس القريب كان هذا المساء حلماً غالياً وأمنية عزيزة طالما تمنينا الحصول عليها، فأما الآن فأصبح الحلم واقعاً والأمنية حقيقة، وكان لنا نحن الخريجين شرف الحصول عليها ولله الحمد والمنة. إخواني الخريجين، علمتنا هذه الجامعة المباركة أن العلم لا ينتهي بالحصول على شهادة أو درجة علمية، بل هو التعلم مدى الحياة،
واستعمال كل طرق ووسائل البحث العلمي المتاحة، والعمل بروح الفريق الواحد. فلها منا العهد أن نثابر ونجتهد، وأن نبقى طلابا نجباء للعلم والبحث في مدرسة العلم الكبرى. استفدنا من الشراكات الاستراتيجية التي أنشأتها الجامعة السعودية الإلكترونية مع عدد من الجامعات والشركات العالمية التي تصب في تحقيق أهداف الجامعة لتكون متميزة في مجال التعليم المدمج ورائدة في مهارات التعليم الذاتي بالشكل الذي يحقق رؤية وأهداف الجامعة، لتسهم بفعالية في بناء اقتصادي ومجتمع المعرفة وإيصال رسالة المملكة الحضارية إلى العالم. إخواني الخريجين، لنقف صفا واحدا ولنقول بلسان واحد: إن أولى وأول من نشكر ولا نشكر معه أحدا سواه، وأحق من نثني عليه هو الله سبحانه جل في علاه. فربنا لك الحمد، أنت أهل الثناء والمجد. ثم إلى كل الأمهات والآباء: ها نحن صنيعكم، ها نحن حصاد أيديكم الكريمة. بارك الله في الغرس فأينع، فسلمت أياديكم لنا أجمع. أطال الله أعماركم على طاعته وزينها ببركم. والشكر الجزيل للجامعة السعودية الإلكترونية مديرا وإدارة وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد في سبيل بلوغنا هذه الغاية النبيلة. وفي الختام أجدد شكري وتقديري باسمي ونيابة عن إخواني الخريجين لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يحفظه الله على تشريفه حفلنا وتكريمه لنا. والشكر الجزيل موصولا لجميع الحضور الكريم، والشكر كذلك لكل من شاركنا فرحة تخرجنا حتى ولو لم يستطع الحضور الليلة. والحمد لله على نعمائه، والشكر له على جميل تقبله وإحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، لكل بناء ركيزة ثابتة ولكل بستان شجرة مباركة. ومنذ أن تأسست هذه الجامعة وهي تحظى بعناية ورعاية من مديرها حتى رأى نظرا نتاج سعيه وحصاد صبره، نستمع الآن إلى صاحب هذه الركيزة سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى مدير الجامعة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب السمو الملكي الأميرة فيصل بن بندر بن عبد العزيز أميرة منطقة الرياض وراعي حفلنا هذا المساء حفظه الله ورعاه، أصحاب المعالي والسعادة، زملائي منسوبي الجامعة السعودية الإلكترونية، شركاؤنا أبناء الخريجين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 4 أعوام صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله على إنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية كمؤسسة تعليمية حكومية مكملة لمنظومة مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك الوقت والجامعة تخطو خطوات في لبنات التشييد والبناء لتكون رائدة في مجالها ومساهمة في بناء اقتصاد المعرفة، مساهمة وبفعالية نحو التحول الوطني 2030 من خلال المرتكزات التي تم الإعلان عنها. صاحب السمو، أصحاب المعالي، أيها الحفل الكريم، تتبنى الجامعة نظاما تعليميا مختلفا الذي يمزج بين التعليم التقليدي وتقنيات التعليم الإلكتروني. وانطلاقا من ذلك أصبح للجامعة نظاما وسياسة تعليمية مختلفة عن بقية مؤسسات التعليم العالي لتكون مكملة لها، وهي بذلك أول جامعة سعودية تتبنى هذا الأسلوب والمنهج الذي يوفر الوقت والجهد والمال ويحمل الطالب المسؤولية ويزيد من فعاليته ومهاراته.
صاحب السمو اليوم الجامعة السعودية الإلكترونية بفروعها 11 المتوزعة جغرافياً بمناطق المملكة في جازان وعسير جنوباً والجوفة وتبوك شمالاً والمدينة وجدة والطائف غرباً والدمام والإحساء شرقاً والرياض والقصيم وسطاً، وتضم عدداً من الكليات وتمتنح درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، وينتمي إلى هذه الجامعة أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 700 طالب في مرحلة الدراسات العليا. ولم تقف الجامعة إلى هنا، بل شرعت في بعض الشراكات مع بعض الجامعات العالمية لنقل خبرتها المعرفية والعلمية في مجال تخصصاتها، مثل جامعة ولاية كولورادو وجامعة فرانكلين وجامعة أوهايو ومعهد فلوريدا وجامعة أوكلاند. صاحب السمو اليوم ونحن في هذه الليلة المباركة نقف أمام باكورة غرس وخطط القيادة الرشيدة الطموحة في مواصلة العطاء والبناء لوطننا الغالي من لدن مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، فلهم منا الشكر والدعاء والولاء. صاحب السمو، ونحن بالجامعة وفي ظل توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، فقد تفاعلت الجامعة مع عاصفة الحزم وإعادة الأمل من خلال التعامل المرن مع طلابنا العسكريين من جنودنا البواسل والمشاركين في الحد الجنوبي، وكذلك قامت الجامعة بتخصيص مقاعد مجانية أيضا لشهداء الواجب وتخصيص مقاعد مجانية أيضا من المستفيدين من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ونحن نقدم الشكر والتقدير لسموكم الكريم على ما غمرتم به الجامعة من دعمكم المتواصل لها ولمواصلة مسيرتها وتحقيق رؤيتها ورسالتها، وكان منها موافقتكم على تشريفكم حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب مرحلة البكالوريوس. شكرا لكم يا صاحب السمو، فهذا شرف منكم لأبنائكم الطلبة. والجامعة السعودية لا تنسى في هذا اليوم المبارك أن تتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب المعالي وزراء التعليم العالي سابقاً، وعلى رأسهم معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ومعالي الدكتور خالد السبتي، ومن معالي وزير التعليم سابقاً معالي الدكتور عزام بن محمد الدخيل، ولمعالي وزير التعليم العالي معالي وزير التعليم معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى على ملقيته من دعم وتشجيع أثناء تشييد لبنات الجامعة ومسيرتها. زملائي منسوبي الجامعة، وكلاء وعمداء وأعضاء هيئة التدريس، أنتم شركاء النجاح، أنتم أهل البناء لهذا الصرح التعليمي. لكم مني الدعاء والشكر والتقدير على ما بذلتموه لتحقيق رؤيتي ورسالة وطننا الغالي. أبنائي الخريجين، أتقدم لكم بالتهنئة الخالصة، ولوالديكم وأبنائكم وكل من وقف خلفكم للوصول إلى هذا الإنجاز، كما أتقدم لكم بجزيل الشكر على ما بذلتموه من جهد وتفاعل أثناء مسيرتكم العلمية، فأنتم مستقبل هذا الوطن، وأثبتوا أنكم على قدر المسؤولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، تضافرت الجامعة السعودية الإلكترونية منذ إنشائها مع جامعة فرانكلين لإخراج جيل يمزج بين الأصالة والعالمية، يواجه تحديات المستقبل في شتى المجالات. وفي حفلنا هذا المليء بالحفاوة والتقدير، نستمع إلى كلمة شريك الجامعة جامعة فرانكلين، يلقيها مدير الجامعة الدكتور ديفيد ديكر.
Thank you very much. I want to begin by expressing my gratitude to His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud for his visionary leadership. Visionary leadership of higher education and for his sponsorship of Saudi Electronic University. His Majesty's support for promoting blended learning as a new trend of education in Saudi Arabia has made today's celebration possible. I want to express my greetings and respect as well to Prince Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud, the governor of Riyadh, to Dr. Ahmed bin Mohammed Al Issa, the Minister of Education, and to Professor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al Mosa, President of Saudi Electronic University. Greetings to all of today's graduates, families, friends, and honored guests. One of my proudest accomplishments as President of Franklin University has been establishing our friendship and partnership with Saudi Electronic University. It is my honor to speak to you today on this important occasion when we celebrate the success of your university and the success of each one of the graduates. With the help of your families and with the support of your professors and the leaders of Saudi Electronic University, you have overcome all obstacles and you are now poised to become full contributors to the kingdom's knowledge economy and to the advancement of the Kingdom of Saudi Arabia in the global arena. Saudi Electronic University has shown leadership in implementing the combination of traditional and contemporary approaches to learning, combining the best of both worlds as is necessary in a world that is no longer confined by geographic borders or the walls of a classroom. Our university, Franklin University, was founded in 1902. We have about 50,000 graduates all over the world who contribute to society. We offer classes in Ohio and at locations around the United States and around the world. Our university was a pioneer in offering blended programs in the United States, chosen by the U.S. Department of Education in 1998 to be one of about 25 American universities to pilot this new method of learning. With this background, we have been able to help work with other institutions as they evolve towards these new methods. As we have developed our relationship with Saudi Electronic University over the past 5 years, we have gained an enormous respect for the academic qualifications and professional standing of the faculty and leadership of Saudi Electronic University. Our exchanges of faculty and close collaboration in academic work have been beneficial to both universities, and we are proud to be true partners with Saudi Electronic University. By achieving and holding the highest levels of American accreditation, Franklin University assures the high quality of our programs and of our collaborative work with Saudi Electronic University. Saudi Electronic University provides highly relevant academic programs that support the needs of the labor market and allow graduates to help build a knowledge-based economy in the Kingdom of Saudi Arabia. The high-quality programs of Saudi Electronic University have provided you with skills in critical thinking, decision-making, and problem-solving that will prepare you to meet the challenges of our ever-changing world. Graduation day is a day for smiling, because if you look around now, you will see smiles everywhere, and that's because this day represents the culmination of honest work and investment of effort and recognition by the university and by society that the people who have made this effort deserve to be recognized and honored. Today is a great day for everyone, for you as the first Saudi Electronic University graduates, for your family and friends, and for the university. I wish you the best, and thank you again for the honor of sharing this day with you. نتشرف الآن بكلمة من راعي هذا الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، كما أنا سعيد هذا المساء فعلا أن أكون في هذه الجامعة الفتية التي واكبنا أولى دفعات التخرج
من حملة الماجستير للعام الماضي، وهنا نحن اليوم نلتقي في لقاء جديد وفي عمل بهيج فيه التخصصات التي شاهدناها هذا المساء وهي تمر من أمامنا تطرز هذا الحفل بعلامات من التفوق والاقتدار. هذا الوطن بشبابه قادر أيها الإخوة أن يحقق كافة المعادلات بتوجه سليم واقتداء منتظم لمنهج هذه البلاد في عملها وفي منهجها. إن بلادكم أيها الإخوة تنظر إليكم نظرة تقدير واعتزاز، وتتطلع إلى كل شاب قادم لمجال العمل بالتحية والاحترام، فالشباب هم عماد الوطن وهم أذرعه المهمة، كيف لا وهم من هذه الجامعة ذات التخصصات الرائعة وهي الجامعة السعودية الإلكترونية التي ينشدها كل باحث عن التخصص الرائع والراقي. سيكون من يطلبكم كثير وسيبحثون عنكم في كل مكان، وسيجدونكم بإذن الله شباباً صالحاً يقود مسيرة التنمية في كل اتجاهاتها. إننا نفخر بكم ونعتز بكم ونقدر لكم هذه التضحيات التي قدمتموها لتحصلوا على العلم النافع في توجه سليم ومنهج واضح. تحية للآباء والأمهات الذين صبروا على غياب أبنائهم ووجودهم على مقاعد الدراسة وانزواؤهم الليلي في أركان البيوت للمذاكرة والتحصيل العلمي. فالتهنئة للخريجين والشكر والتقدير لجميع الحاضرين الذين يدفعهم وجودهم إلى في هذا المكان إلى تعزيز هذا الدور الرائد لهذه الجامعة. شكراً لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رائد التنمية في هذه البلاد ومؤسس حضارة الرياض منذ 50 عاماً، شكراً لسمو ولي العهد ولسمو ولي العهد على تضحياتهم وتأديتهم لدورهم الرائد في التخطيط السليم لهذه الجامعة ولكافة جامعات وطننا الحبيب. شكراً لمعالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله الموسى، شكراً لوكلاء الجامعة وعمداء الكليات والأجهزة المساندة وهيئة التدريس التي تقدم ما في وسعها خدمة للشاب في هذه الجامعة. شكراً للشركاء من داخل المملكة ومن خارجها، مع تمنياتي لكم بمزيد من التقدم، ونراكم إن شاء الله في مناسبات أخرى كلها خير وتقدم لهذه الجامعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، في ليلة ازدانت بكم كما تزدان السماء بنجومها، في ليلة أضيئت بنوركم كما تضيء الظلماء ببدرها، يلقي على أسماعنا الآن سعادة الدكتور عبد الإله بن محمد المعيوف عميد القبول وشؤون الطلاب نتائج خريجي كليات الجامعة.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، راعي حفلنا الكريم، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذه المناسبة أن نعلن النتيجة العامة للدفعة الأولى من خريجي الجامعة لمرحلة البكالوريوس، والدفعة الثانية من خريجي الجامعة لمرحلة الماجستير في العام الدراسي 1436-1437 من الهجرة النبوية الشريفة، حيث بلغ عدد الخريجين المتوقع تخرجهم 371 طالب وطالبة، منهم 275 طالبا وطالبة في مرحلة البكالوريوس و96 طالبا وطالبة في مرحلة الماجستير. بلغ عدد الخريجين من قسم الطلاب في مرحلة البكالوريوس 139 طالبا موزعين على النحو التالي بحسب كلياتهم: 70 طالبا من كلية الحوسبة والمعلوماتية، 46 طالبا من كلية العلوم الإدارية والمالية، 23 طالبا من كلية العلوم الصحية. وعدد خريجي الدفعة الثانية من مرحلة الماجستير بلغ 70 طالبا موزعين على النحو التالي: 40 طالبا في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، و30 طالبا في برنامج الماجستير في أمن المعلومات. والآن يا صاحب السمو راعي حفلنا الكريم، تشرف أبناءكم المتفوقين من الخريجين بالسلام عليكم واستلام شهادات التفوق من سموكم الكريم مرتبين بحسب معدلاتهم التراكمية. أولا، مرحلة الماجستير: علي محمد مهنس بيعي، خالد سعد عبد الله المديل، خالد سعد عبد الله المدبل، محمد علي محمد القحطاني، محمد مبارك المحسن، علي محمد عثمان القرني، ناصر معيض العتيبي، ياسر سعيد الزير، صالح زكي محمد المغربي، خلف سعيد مغرم الحارثي، صالح سالمين القويري، راكان حسن الحربي، مازن سليمان فالح الحربي، عدنان أحمد الحسن، عبد الله عبد الرحمن محمد الشريف، جعفر عبد الله حسن العباس، خالد صالح سالم الخلف، سامر جميل زكريا، وصالح عبد الله عبد الرحمن الصويان، عبد العزيز مفرح مطر العنزي، إبراهيم محمد الخرجي، مهدي صالح حسن الفوز، عبد الله مانع الضويعن، حسام محمد حسين العراوي، وسلطان عبد الله السلطان. الطلبة المتفوقين في مرحلة البكالوريوس: باسم فايز أسعد خياط، حامد حسين سالم الكاف، محمد سليمان صالح السيف، فهد بدر إبراهيم القعيط، وليد جاسم حسين الصفواني، سلطان عوض سعيد المعاري،
حازم سمير محمد السباعي علي خالد ديب السعودي أحمد عبد الله علي الشمراني عبد اللطيف إسماعيل حسين همامي صاحب السمو الملكي، تتشرف الجامعة الآن بتقديم هدية لسموكم الكريم. ختاماً، باسم الجامعة السعودية الإلكترونية نتقدم لسموكم الكريم بالشكر والتقدير على رعايتكم وحضوركم، سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير خير ديننا ووطننا وأمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.